نادر بن دومو رئيسة جمعية الامل للرياضه والتربيه المستدامه، المنظمه لسباق تامدبي إيكوترياتلون. الوغ بالنسبه لهذه التظاهره كانت داخله في الاهداف ديال الجمعيه اللي هي تطوير الرياضه الخارجيه في المغرب اللي تنسميوها الرياضه الاوتدور، من بينهم اللي كاين ترياتلون واللي تتشجع السياحه الرياضيه. دونك ليديسيون الاولى كانت في جوست من مورا كوفيد، وقدرنا الحمد لله نطوروا هذه التظاهره ووصلناها لما يقارب 900 مشارك بفضل الكوميونيكاسيون اللي خدمنا عليها، وبفضل المغاربه اللي ولاو تيبغيو يديروا الرياضه ويتهلاو في الصحه ديالهم. الرساله للشباب هي ان كل شيء يلبس ورديلته ويتمرن مع راساته لان تيكسب الصحه ديالو والعقل ديالو. عثمان بن حليمه، مدير سباق تامدبي إيكوترياتلون. اليوم كان عندنا الندوه الصحفيه ديال النسخه الثالثه من سباق تامدبي إيكوترياتلون. هاد النسخه ولا هاد الندوه اللي عرضنا من خلالها يعني الصحافه الوطنيه المستجدات اللي كاينين في هاد النسخه هذه، لا سيما عدد المشاركين، الجنسيات اللي هما عندنا في هاد النسخه اكثر من 20 جنسيه اللي كيمثلوا 6 ديال القارات، وايضا عرضنا يعني البرنامج اللي غادي يكون عندنا في التظاهره، يعني برنامج المحافظه على البيئه، لي زاكسيون اللي غنقوموا بها في المجال البيئي، وايضا لي زاكسيون اللي غنقوموا بها في المجال ديال التنميه المستدامه، في يعني بشراكه مع الشركاء ديالنا اللي وضعوا فينا الثقه واللي كنشكروهم. فبالنسبه للجديد اللي كاين هذه الدوره هذه، يعني بالنسبه للمشاركين هذا العام عندهم امكانيه باش يرسلوا الدراجات ديالهم بامان ويمشيو بالكوفاتوراج ولا عن طريق القطار، وايضا عندنا مسافات جديده، يعني مسافات اللي يقدروا يشوفوا فيها اماكن جديده في المنطقه، ويعني اماكن اللي هي جميله جدا واللي يقدر من يكون هو كسائح عادي يقدر ما يزورهاش، فهذه ديال الفرصه باش يزورها ويدير الرياضه ديالو. وايضا يعني عدد المشاركين اللي الحمد لله كيكثر دوره بعد اخرى، هذا العام غيكون عندنا 850 مشارك. الانطلاقه غادي تكون مدينه المضيق، ولكن المسار غادي يشمل جميع المنطقه، يعني جميع عمالات المضيق فنادق، يعني مدن فنادق، مدن مارتيل، وايضا المنطقه الجبليه ديال واد سمير. فالميزه اللي انها مدينه يعني جات في الوسط ما بين مارتيل والفنادق، وايضا يعني البحر ديالها بحر جميل جدا، بغينا نعطيو الامكانيه للمشاركين باش يكون عندهم واحد السباحه في البحر جميله، وحتى بالنسبه يعني لعدد الفنادق ويعني الوسائل اللوجستيكيه اللي كتكون مرتاحه للمشاركين. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا MA5TV وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.ma5tv.ma.